يا رب. ماشي، دقيقة 70 ووفاء الصيف متعادل مع الوداد 0-0. يعني لو استمرت النتيجة بالشكل ده يبقى وفاء الصيف بيصعد كمان للدور قبل النهائي. هنشوف الوضع بعد تلت ساعة من دلوقتي هيكون عامل ازاي. هتابعكم أول بأول طبعا، يعني دي مباراة تهمنا جدا لأن الكسبان منها هيقابل الكسبان بكرة بإن شاء الرحمن كل الأهلي بإذن الله في الدور قبل النهائي، بعد ما تحدد طرف المباراة الأول هيبقى أول أغسطس مع الترجي التونسي. المباراة الأولى على فكرة هتبقى في أنجولا. أوكي، نخش لحاجة مهم قوي ان انتوا توثقوها، وهاشتاج دايما حطوا دايما ياسمين بعد اذنك هاشتاج بكره اهلاوي على طول على طول اسمع. يعني في حاجات مهمه قوي تبقى مش في الذاكره بس ولا في التاريخ وخلاص، يعني مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفينها، تعرفين تاريخ ناديكو، البطولات اللي خدها ناديكو، المباريات اللي خدها الاهلي، النتائج اللي حققها الاهلي. عرضنا قبل كده سداسيات الاهلي اللي وصلت ل 40 سداسيه على مدار تاريخه من اول ما لعب او تكونت فرقه الاهلي 1911، وبعدين هنروح دلوقتي لرباعيات الاهلي ان شاء الله الرحمن باذن الله. الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي هنروح للخماسيات، لكن النهارده عشان الرباعيات كانت كتيره شويه فهناخد رباعيات الاهلي. تخيلوا حضراتكم ان الاهلي كسب على مدار تاريخه 156 مره رباعيه، 156. خليني اقول عدد مرات الفوز 4-0، 74 مرة، 70 مرة على مدار تاريخ الأهلي كسب 4-0، وكسب 50 مرة 4-1 يبقى كده 120، وكسب 4-2 22 مرة يبقى 142، وكسب 4-3 14 مرة يبقى 100 كام؟ 56. 156 هي محصلة الأهلي بالفوز بالرباعية. الدوري العام المصري كسب الأهلي برباعية أو وصل للعدد 4 91 مرة، كاس مصر 30 مرة، كاس السلطان حسين مرتين، كاس الجمهورية العربية المتحدة مرة، دوري منطقة القاهرة 17 مرة، دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، كاس أفريقيا للأندية أبطال الكوس 2 مرتين، يعني كاس السوبر الأفريقي مرة، كاس السوبر العربي مرة، ف 156. طب روح لأفريقيا و نروح لا خلينا كده بس مفيش مشكله، خلينا اقول لكم هات الاول الرباعيات اللي كانت محليه مثلا، هات الاول الرباعيات محليه وبعدين اقول لكم افريقيا ومحليا كمان. دي المباريات او الفرق المصريه اللي الاهلي كسبها برباعيه: الترسانه 12 مره، الزمالك 11 مره، الغريم التقليدي للاهلي والمنافس الاساسي للاهلي، الاهلي كسبه برباعيه 11 مره على مدار تاريخه، الاتحاد السكندري 7، غزل المحله 6، المنصوره 6، المصري 6، السكه الحديد 5، السكه الحديد اسف 6، الاسماعيلي 5 مرات، الاولمبي 5 مرات، البوليس 4 مرات، طبعا الحاجات دي كانت قديمه شويه، القناه 4 مرات. احنا بقى ما حبيناش نوجع دماغ حضراتكم ولا حاجه ونجيب لكم الفرق اللي كسبها 3 مرات برباعيه او مرتين برباعيه او مره واحده برباعيه، خدنا الاكثر بقى. تعالى نعمل مقارنه بقى، الاهلي كم مره كسب في افريقيا 4-0 او وصل للرقم 4، وكم مره كسب الزمالك المنافس التقليدي بالنسبه له. الاهلي كسب في افريقيا 14 مره 4 وصل للرقم 4، ومع الزمالك كسب 11 مره. يعني تخيلوا كل فرق افريقيه، كل الفرق الافريقيه اللي كسبها الاهلي ووصل للرقم 4 ده تمام عددهم 13 مره، لان الزمالك موجود هنا في موسم 2013 لما كسبوا 4-2، لما الاهلي كسب الزمالك 4-2 في الجونه لو تتذكروا. يعني تخيلوا فرقه بحجم وقيمه ومكانه النادي الاهلي لما يكسب المنافس التقليدي بتاعه والمنافس الاساسي في بلده 11 مره، ويكسب كل انديه افريقيا 13 مره. لو خرجنا الزمالك من هنا يبقى ده 13-11. قد ايه الاهلي بنتائجه وتاريخه كبير جدا، المقارنه كبيره جدا. لما تيجي تعمل الحاجات ديت مهم قوي ان انت توثقها، ومهم قوي ان انت تبقى عارفها، مهم جدا ان انت تبقى عارفها، ما تمرش كده مرور الكرام وخلاص، لازم تبقى عارف كويس جدا، لازم تبقى عارف تاريخ ناديك، السداسيات اللي عملها، الخماسيات ان شاء الرحمن باذن الله لو لنا عمر باذن الله الفتره اللي جايه هتجيب الخماسيات، لكن عشان الرباعيات كانت كتير جدا. يعني بقول الكلام ده ليه طبعا؟ لان نادي الزمالك على راسنا من فوق كل حاجه طبعا طبعا طبعا، بس انا بتكلم على المنافسه في الارقام، 11 مره الاهلي بيفوز على الزمالك
مقابل 13 مره على مستوى انديه افريقيا كلها. يعني رقمين بس، الاهلي يفوز على الزمالك مرتين، يبقى الزمالك بيعادل كل الهزايم اللي موجوده في افريقيا اللي كسبها الاهلي بربعيه. قد ايه الاهلي كبير، قد ايه الاهلي عظيم. يا رب ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى موفق دايما باذن الله في المباراه اللي جايه. الخماسيه المره الجايه ان شاء الله الرحمن هتبقى الاسبوع ده، وبعدين هنروح للثلاثيه وبعدين الثنائيه. اعتقد ان 1-0 دي مش هيروح لها لان هيبقى العدد كبير جدا. اوكي طيب، النهارده كان فريق الصباح المعتاد في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده فريق اسمه فريق الصباح، بيعتادوا كل شهر ولا حاجه بيعملوا فطار جماعي. انتوا عارفين اللائحه اللي هيتم التصويت عليها باذن الله تعالى يوم 28 يوم الجمعه اللي جايه. بدعوا كل اعضاء الجمعيه العموميه تروح تقول رايها، واللي كان فيها بنود تم تعديلها، وبنود كتير جدا جدا كانت مقترحه من الاعضاء، سواء كان على المستوى الرياضي او الفني او الاجتماعي او كل حاجه، كل حاجه يعني. فلائحه اعتمدت وكانت بعنايه جديده جدا جدا جدا. النهارده فريق الصباح كان بيحتفل بالانتهاء من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي هيصوت عليها الاعضاء باذن الله تعالى في يوم الجمعه 28 سبتمبر باذن الله، واللي حضرها النهارده مجموعه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، سياده العمري فاروق وسياده خالد المهندس خالد مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي واستاذ طارق انديل واستاذ محمد الجرحي. وطبعا كان موجود في المكان النهارده والفطار النهارده كابتن الكبير جدا جدا كابتن حسن حمدي. تعال نشوف تقرير ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، وكابتن أحمد بلال.